هذه الوثيقه الثانيه منين هذه جابها؟ هذه من 5 مليون انا كتبتها. 5 مليون كتبتها؟ رحت عند الدين رابح موثق ب 5 مليون. كتب في شهادتهما بانه توفي بطبلات في كذا ديسمبر 71 900000 هذا كما اكد بانه توفي، لم يترك اي وصيه وانه الساكنه بنفس 20 ابنه من موت عمار محمد بن حاس. يعني هنا يقول بلي عنده جوج دراهم. اه بو عمار محمد وبو عمار راشد. وهنايا وهنايا كان سبعه. يعني سبعه، يعني هو كتب محمد وراشد، يعني يعني محمد وفاطمه مسعود والزهر وحوريه. مسعود. نحاها. ما كاش ما كاش. هذو باغي يكملوا عليها يقبضوا عليهم يقول لهم يقولوا ما حقوش. بس علاش 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 نحاوك؟ عصابة هذا ومانيش مؤيدها من الجريمات. شكون هذا العصابة؟ هذا بو عمار محمد وبالقادر توفيق دركي وبالقادر الحسين شرطي هبوق الأملاك تاعو اللي تعداو عليها، وكاين العصابة معاهم حوت محمد محضر قضائي خدم محضر حوت محمد هذا ثاني زور الوثائق محضر قضائي مزورين ونحولوا لغيمة على حسب المخالفة تاعو الجريمات، واليوم أصبح عنده الأغريمان تاع محامي كاع يعني هذا حوت محمد بطريقة غامضة داخلين معاهم. أنا من وين يقول هذا الجريمات؟ كاين هنا ردحت طلعت للمجلس المندية فتاع التزويرات هذو جميع المعينات مكتوبة بها الاختفاء. طلعت لغرفة الانتهاء درت الطعام قالوا لي دير محامي درت حريص الحرية محامي حريص الحرية ما قدمتش الوثيق ولا قدمتهم وما حبوش يرسموهم لي فوق الجوجما 2010 و 2011 راه كاين فيها 2010 فيها تزوير تاع الشهادة تاع البلدية باللي ما خلقتش والشهادة تاع 5 مليون باللي ما خلقتش 2011 فيها الكارت المزور هذاك تاع البطاقة اللي سيت بيه 68 البطاقة رجعوها لي 72 وتاع الاخر 76 غير اللي أيد لي رئيس المحكمة تاع عقوبة الانتهام أيد لي قاضي التحقيق في تابلات تاع الانتفاخ والدعوة المادة نتاع تقسيم الجريمات وراها هنا مادة تقسيم الجريمات ما شافهاش تشوف لي المادة نتاع الانتفاخ والدعوة يعني يا ترى ما يعرفهاش ما قراهاش انا هذا زاد درت طعن هاي ما زادت هنا كمل لي فهد كمل ايوا الماده قانون تاع تقسيم الجريمه 27 الماده 27 في قانون تقسيم الجريمه الماده 27 هي موجوده بعين الاعتبار عندها مسؤوليه ما ينتظرش للاجراءات القانونيه ينتظروا للعباد والبورتابل يحقروا بها الناس حقروني انا حقروني نضرب غير نفسي مانيش نضرب الناس بين كل حاجه بالادله اللي تثبت فوالا المادة 27 يقول تقسيم الجريمات. أولا اترك لي المادة تاع 218 في قانون العقوبات مكاش. المادة تاع 27 في تقسيم الجريمات غرنهم لي أكل هذو الوثائق والانتباه وجه الدعوة، خاطر ما عندوش مراقبة. كون عندهم مراقبة ويخاف ربي. يحكي يا أخضر القانون ما يحقرنيش وما يسمحليش، القانون في الجميع. ولكني كان مخالفة القانون. المحامين درت ثمانية، كل واحد يبقى اسمه بالتدقيق هم مرسومين المحامي ما ضربليش قاضي تحقيق ما ضربليش رئيس المحكمة المحامي يدني وثائق ولا ما يدنيش كاين ضغط عليه الله غالب عليه بصح الإجراءات يكملها من القاضي أنني ضحية بنا بولادي ببلادي راني ضحية ضحية ولادي ضاعوا بلادي راحت أنني ضحية نزل عندي 15 سنة وأنا كافح معاهم باسم القانون بصح القانون ما ينتظرش ليه ينتظروا المادة تاع مخالفة القانون بعين الاختبار هم جوج ما تكتمل بهم العقوبات ما فهمش الأدلة اللي تثبت القانون ما همش ينتظروا ليه معايا أنا بالأدلة اللي تثبت والقانون هو في الجميع ما أنا هنا كي لقيت المخالفات والإضرار هو كاين تحقيق ثاني واحد آخر إجرامي ثاني واحد آخر إجرامي كاين هنا هاي النيميرو تاع الملف تاع ابو عمار اللي عرف موت تاع الطبيب السري هنا باللي قتلوه اللي براك هذا هما يقولوا كان الاله